كايرو ميديا سكول مؤسسة تعليمية في مجال الإعلام، فهي تقيم نحو 13 ورشة عمل في الشهر الواحد في المجالات الإعلامية، وهي مجهزة بجميع المعدات اللازمة لإتمام الدورات التدريبية. ولكن من وراء سر نجاح هذه المؤسسة؟ طبعا بنبقى حريصين ان احنا اي حد بيجينا في كايرو ميديا سكول او بيملى ابلكيشن بنبقى حريصين تماما ان احنا نقابله ونعمل له انترفيو عشان نشوف هل هو مؤهل ولا لا ان هو يدخل الوركشوب دي، وهل هو مناسب للوركشوب دي ولا لا، لان في ناس احيانا بتختار الوركشوبس غلط. في ناس بتبقى عندها الاحلام انا عايز اخش الاعلام بشكل كبير او من اي باب، فما بتبقاش اختياراتها مظبوطه. فاحنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نجتهد ان احنا نوجه الناس دي الى الطريق الصح، وبباشر عملي ان انا بتابع القسمين اللي عندي المهمين، الكوميونيكيشن اللي بيتواصل مع الناس، وطبعا قسم التريننج اللي بيوفر وبيفاسيليتيت الدنيا سواء للمدربين او المتدربين. الورش التعليمية والتدريبية لا تقتصر على مدرب وطلاب فقط، بل هناك فريق متكامل يقوم بإعداد وتنظيم تلك الورش. نيفين منتج منفذ بكايرو ميديا سكول، وتعد حلقة الوصل بين جميع أفراد المؤسسة. أنا بكون مسؤولة عن الوركشوب مع الترينر، ككل الكونتنت اللي بيتاخد في الوركشوب، الفاينل بروجكت لازم أساعد فيه الطلاب، طبعا بنساعدهم في كل الماتيريال اللي هما بيبقوا محتاجينها، إن احنا نجيبها لهم من على الإنترنت، إن احنا نعرضها لهم خلال الكورس. نانسي إحدى العاملات بالمؤسسة، وهي المسؤولة عن موقع كايرو ميديا سكول على السوشيال ميديا، والتي أصبحت خط التواصل الرئيسي بين المؤسسة ومتابعيها. بصور الورش وبنزلها، وبنزل المشاريع بتاعت الطلبة على اليوتيوب. طبعا كل اللي بيجوا يقدموا بنسألهم انتوا عرفتوا منين كايرو ميديا سكول، بيقولوا ان هم عرفوا عن طريق السوشيال ميديا، فدي طبعا بقت حاجة مهمة جدا يعني في المجتمع دلوقتي، بقى كل الناس معتمدة على السوشيال ميديا قوي. سر نجاح كايرو ميديا سكول هو فريق عمل مكون من 10 شباب يتعاونون من أجل نجاح هذه المؤسسة. لكل منهم مهمة محددة تسهم في تحديد هوية وأهداف كايرو ميديا سكول. آية محمد، كايرو ميديا سكول.